السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هذه الوصفه ديال الدجاج اللي كتجي اكثر من رائعه. هذا الدجاج كيجي هشيش لذيذ ومقرمش من برا، متاكده الا جربتوه غادي يرجع وصفه معتمده عندكم وغادي يعجبوا وليداتكم بزاف وافراد الاسره ديالكم كامله. ما عليكم غير تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، ويلا نبداو على بركه الله وفرجة ممتعة. فاول حاجة هنايا غادي نحتاجو صدر ديال الدجاج. هنا صدر ديال الدجاج انا رقدته في هاد الماء اللي فيه الملحة الخل ومعلقة صغيرة ديال الموطارد او الخردل، خليته هنايا كيترقد ليلة كاملة. ضروري ترقدوه في هاد التخليطة هادي باش يجيكم هشيش وفتي. طبعا غادي نشلو من هاد الماء وندوز باش نقطعو. كيف شفتو قطعتو الأشرطة اللي متوسطين بشي رقاق بزاف. بالنسبة للتوابل اللي غادي نحتاجو لهاد الدجاج، غادي نحتاجو شوية ديال الفلفل الحار. إذا كانوا عندكم أطفال صغار فتفادوا هاد الحار، أنا غادي ندير غير شوية. شوية ديال بودرة الثوم، غادي نزيد كذلك واحد راس معلقه صغيره ديال الابزار، شويه ديال الفلفل الاحمر، وكذلك الملح. غادي نخليه يرتاح واحد 5 دقائق تقريبا، ضروري تخليه يرتاح شويه. عندي هنايا هاد الخبز المحمص او لا شابلو، غادي نضيف ليه شويه ديال الملحه، هنا شويه ديال الكركم اللي هو الخرقوم، كذلك شويه ديال التحميره، وشويه ديال الابزار. غادي ندير هنايا مقله فيها الزيت ونحطها كتسخن، وجدت هنايا هذيك لا شابلوغ اللي درت ليها التوابل. عندي هنايا شويه ديال الدقيق
وعندي حبة ديال البيض، بالنسبة للبطاطا بعد ما تسلقات كيف كتشوفوا راه ماشي كنسلقوها بزاف، كنسلقوها غير نص سلقه. غادي نحطها دابا في الزيت اللي كتكون ساخنه. صافي البطاطا راه حطيتها كتقلى، وغادي ناخذ هذوك القطع ديال الدجاج ندوزوهم شويه ديال الطحين. هنا وجدت واحد الكميه، حنا مابقاش كل مره كنحط في البيض، وكيف كتعرفوا لي يدين كيتوسخوا وكيبدا كلشي شي كيتخلط مع شي، كيبدا كلشي كيتلصق. فهنا وجدت واحد الكميه، غادي ندوز دابا في البيض، ومن بعد في هاد لا شابلو. بابا هنا من بعد ما تحمر الدجاج شوفوا كيفاش كيرجع، نحسوا على هذا اللون الذهبي الجميل جدا. كنكون موجدة كمية أخرى ديال الدجاج اللي كنديرو دقيق، بالنسبة لهاد البطاطا اللي قليت غادي نزيد ليها شوية ديال فرماج حمر محكوك، شوية ديال المعدنوس، كذلك واحد شوية ديال التحميرة، وشوية ديال الكامون ماشي بزاف، غير راس معلقة صغيرة. هاد البطاطا بهاد التتبيلة هادي صراحة كتجي رائعة جدا في المذاق، ونقدروا نزيدوا لها حتى شويه ديال الثوم بودره. غادي نزيدوا واحد شويه فقط، بالنسبه لهاد البطاطا غادي تكون في الجناب ديال التبصيل. غادي نقدمو الدجاج بهذه الطريقة هذه، غنحطوه في الوسط نزينو من الفوق شوية ديال المعدنوس، حبيبات ديال الزيتون، وغادي نحك واحد شوية ديال الفرماج.
اوكي، يكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي حضرت معكم اليوم، ديال الدجاج مع البطاطس. كيجي هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا كيفاش جاكم. فعلا كيجي رائع، جربوه ما غاديش تندموا عليه نهائيا. كيجي هذا هو الشكل ديالو من الداخل. الدجاج كيجي هشيش بزاف، صدقوني ان اللي ذاقو يقدر يقول باللي هذه كفته ديال الدجاج، لانه كيجي هشيش بزاف ورطب. والسر راه ماشي في التتبيله، ولكن السر في الطريقه اللي غسلنا بها الدجاج. ضروري ديروا هذيك الطريقه اللي قلت لكم. جربوه وردوا عليا. كنتسنى التطبيقات ديالكم على مجموعتي في فيسبوك شيوات راديا قريش. وكذلك بغيتكم تجربوا البطاطا بهاد الخلطه هذه. خليتكم دابا على خير، وما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو وصلوا لاكبر عدد من اللايكات، بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم. تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم.